سيد جويل روبن، لماذا تقوم إدارة بايدن بهذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من مغادرته السلطة؟ حقيقة إدارة بايدن متهمة بشكل واضح بأنها تضع العراقيل أمام إدارة ترامب، كيف ترد على ذلك؟ حسنا، إنه من الرائع أن أكون معك. أعتقد أن هناك طريقتين للنظر في هذا الأمر من منظور واشنطن لكيفية عمل إدارة بايدن تفكر في هذه الخطوة. أولا فيما يتعلق بالسياسة، السؤال حول الدفاع الأوكراني هو أن روسيا لازالت مستمرة في الهجوم على المناطق المدنية داخل أوكرانيا والمناطق الخاصة بالطاقة، وفي نقطة ما الحجة التي كان يستخدمها زيلينسكي لأجل أن يكون لديه قدرة دفاعية أقوى وعمق وغزو للعمق الروسي أعلى من حيث تأتي هذه الضربات، هذه حجة مقنعة، وهذا أمر إدارة بايدن كانت تفكر فيه على مدار السنوات السابقة، وكنتيجة لذلك لهذا التردد الأمريكي أو الرفض الأمريكي أن روسيا مستمرة بنشر هذه القوات والتي من ضمنها قوات كوريا الشمالية في منطقة كورسك، وهذا أيضا يعد خطا أحمر هاما. وأيضا في الجزء الثاني من سؤالك، أعتقد أنه لا يوجد شك لأن يوجد فرق بين الرئيس بايدن والرئيس ترامب فيما يخص قضية أوكرانيا. فالرئيس بايدن يحاول أن يضمن أنه لن يترك أوكرانيا في خطر وأنه سوف يعطيها كل الدعم اللازم، هذا الدعم الذي ربما يقطع في المستقبل. نعم فقط متبقي شهران فقط، هذه الفترة المعروفة بفترة البطة العرقاء قبل أن يترك الرئيس بايدن مكتبه الرئاسي. نعم هذه خطوة هامة، وأعتقد أن هذا سيمثل تحدي للرئيس ترامب القادم حول كيفية تعامله مع أوكرانيا، ليس فقط بسبب هذا القرار ولكن بشكل عام. ما الذي سوف يفعله لمحاولة الضغط على روسيا لوقف هذا الغزو ضد أوكرانيا وأن تأتي أوكرانيا على طاولة المفاوضات بشكل واثق؟ نعم.